بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين. أيها الأخوة المتابعون في كل مكان، نحييكم ونجدد دائما لكم التحية والترحيب مع انطلاقة شوطنا الخامس عشر. أيضا يحمل هذه الأسماء من الجعدان الحقائق ضمن شارد الديوان الخامسة. لنبدأ هنا مع الصدارة، لنبدأ هنا مع شاهين علي بن محمد بن حمود الجحافي. يقدم لنا شاهين على الصدارة الأولى، بينما ثاني التحديات وثاني الانطلاقات هناك مثير محمد بن عبد الله الهاجري الجنيبي ياتي في هذه اللحظات على ثاني الاسماء، بينما ثالث الاسماء هناك القدوم في هذه اللحظات والتواصل ايضا والقادم في هذه اللحظات هنا من خلال هذا المسار. شعار سالم بن محمد بن سالم العكاري العامري، بينما المركز الرابع والوصول من الطاير عبد الله بن سالم بن حمد بن اطبع العامري، بينما هناك القدوم على خامس الاسماء والتواصل ايضا في هذه اللحظات من شعار محمد بن سالم بقزول عامري يقدم لنا مقادر، بينما هنا الدخول والتواصل ايضا والتسلل في هذه اللحظات والقدوم ايضا من هذا الاسم القادم في هذه اللحظات عالي للدحبه بن محمد ايضا بن صقوح العامري يتواصل في هذه اللحظات من خلال هذا المسار، بينما هناك القدوم وهناك التواصل من اشقر ابراهيم بن سعود بن الصغير الدرعي هنا يتواصل في هذه اللحظات ويتقدم من خلال هذا المسار وهذا التحدي. أرى وصول، أرى تسللات من شعارات قادمة في هذا المسار. وصل أيضا البترول محمد بن سلم بن قزول العامري يقدم لنا البترول في هذا المسار، وهناك الاسم القادم هناك شعار سهيل بن الدحبة بن قزول العامري يقدم لنا المتحد. ما شاء الله، تبادل سريع، تبادل سريع ما بين الأسماء ما بين الشعارات. هناك القدوم أيضا يأتي في هذه اللحظات ويتواصل هناك مداهم ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي هنا يتواصل، ووصل أيضا شعار بن حليس، ووصل أيضا شعار بن حليس يتواصل في هذه اللحظات. السعيد بن حميد بن حليس العفاري يقدم لنا غزو، بدأ هنا بهذا القزو المكثف مع اللحظات الأخيرة يقدم لنا قزو في هذا المسار. هناك سعيد بن حميد بن حليس بن سعيد العفاري يتواصل بهذا الشعار، يتواصل بهذا الاسم. القدوم هناك والوصول أيضا في هذه اللحظات يتواصل أيضا هناك مع عاشق محمد بن سهيل راعي العاوية العامري يقدم لنا عاشق في هذا المسار، عاشق في هذا التحدي. عودة إلى مقدمة هذا الشوط، عودة إلى شعار بصقوح يبحث عن النقطة الثانية، يبحث عن النقطة الثانية. هناك أيضا شعار الدحبة بن محمد بن سالم بصقوح العامري، ولكن الأسماء، الأسماء هناك بدأت أيضا أسبل الأسماء التي بدأت بالانطلاق. هناك قزو ما شاء الله، بدأ بهذا القزو المكثف إلى مقدمة هذا الشوط. ياتي في هذه اللحظات سعيد بن حميد بن حليس العفاري، ولكن البترول، البترول قادم، البترول قادم، بن قزول قادم، ولكن هنا قزو، قزو، قزو البترول اللحظات الأخيرة، ولكن هنا البترول اللحظات الأخيرة يخطف ناموس هذا الشوط. تهانينا لمحمد بن سلم بن قزول العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان قزو، هناك سعيد بن حميد بن حليس العفاري. المركز الثالث، المركز الثالث وصل متابعينا الكرام أشقر الإبراهيم بن سعود بن صغير الدرعي وصل مع المركز الثالث. إذا تهانينا والناموس لمن قدم لنا البترول. هناك أيضا محمد بن سلم بن قزول العامري 4:43:71 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس.